سقارة، محمد إبراهيم هيناف سقارة. مرحبا بيه، مرحبا. مسجد أثري هام جدا، مسجد الظاهر بيبرس اللي كل المنطقة متسمية على اسم منطقة الظاهر. المسجد ده بدأ فيه مشروع ضخم لأنه وصل لحالة أثرية معمارية إنشائية متردية. بدأ المشروع سنة 2007، وكان في حينها في منحة من دولة كازاخستان الصديقة اللي هي مسقط رأس الظاهر بيبرس، تكلفتها 4.5 مليون دولار، اللي هي في حينها تم صرف حوالي 37 مليون جنيه على المشروع لغاية دلوقتي، والمشروع توقف من 2011. توقف نتيجة تعثر مالي ونتيجة حاجات فنية في استخدام الطوبة اللي موجودة ورايا دي، اللي هي الطوب الوردي، اللي بعد 2011 اللجنة الدائمة للآثار رفضت استخدام الطوب الوردي احتراما لأثرية الموقع، ووزارة الآثار قعدت سنوات مختلفة على الطوبة. وبحب أشكر شركة المواليه العرب في الوقت ده إنها في السبع سنين ما سابتش الموقع وفضلت مسؤولة عن الموقع، لأن الموقع فيه مياه جوفية عالية جدا، إحنا تحت مستوى الشارع زي ما حضراتكم شايفين، ففضلت سايبة الترمبات بتاعتها بتشفط المية عشان تحافظ على ما تبقى للمسجد. وبحب أوجه الشكر لمهندس محسن وشركة المقاولين العرب. الحمد لله، يعني فور تولي المنصب التنسيق مع السيد سفير كازاخستان والسادة النواب على رأسهم محمد بيه طلبوا مني فورا، وفعلا وافقنا في اللجنة الدائمة على شكل الطوبة الطفلية واعتمدناها، وتم مراجعتها من جامعة القاهرة، وتم مراجعتها من مراكز بحثية، وتم اعتماد الطوبة، وتم الموافقة على اللجنة الدائمة. احنا خطبنا مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لتحليل الأسعار، تم الاتفاق بين وزارة الآثار وبين شركة المقول العرب على الأسعار الحديثة، تم رفعها مرة أخرى لمجلس الوزراء، أحالها للجنة الوزارية الهندسية اللي أول امبارح وافقت على الأسعار، وإن شاء الله يتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر. إحنا شايفين تكلفة الأعمال حتتخطى 100 مليون جنيه الفترة القادمة.